يومك مبارك عزيز المشاهد، وأهلا وسهلا بك في حلقة جديدة وفي يوم جديد وفي ليلة قدر عظيمة جديدة. ليلة القدر كما قلنا ليست بليلة واحدة، وقلنا بأن كل رمضان هو ليلة قدر، ولكن توارد عن الرسول بأنها في العشر الأواخر، ثم حصرت فقيل أنها في الوتر، ثم حصلت بعد ذلك من خلال سنة الرسول المطهرة بأن اكتشفنا بأن هنالك يوم فضله الصحابة وآل البيت تبعا لحادثة الجهني في يوم 23. ولكن المسلمون على مشارق الأرض ومغاربها، المؤمنون، لا يعدون هنالك ليلة واحدة للقدر، وأنا شخصيا لا أعد هنالك ليلة واحدة للقدر. أنا أعد كل رمضان هو ليلة قدر، وكل العشر الأواخر هن ليلة قدر. قد أركز في العشرة الأخيرة، قد أزيد في التركيز في الوتر من العشرة الأخيرة، ولكني لا أجعل هنالك يوما محددا أو ليلة محددة لليلة القدر. اليوم ليلة 27 من رمضان، كثير من المسلمين يعدون هذه الليلة هي ليلة القدر لاعتبارات كثيرة. يعني طبعا هنالك أشياء اختلقت، وهنالك تصورات تصورها بعض الصحابة، وبالتالي اقتنع بها البعض من الفقهاء، وذلك عدوها ليلة قدر. ولكن لا يوجد فيها نص صريح بأن لا القرآن ولا السنة ولا الكلام المباشر، الرسول لم يعلنها أبدا، حتى أن الرسول قال إنه نسيتها. هو لا ينساها، ولكن الله ورسوله يريدون أن لا نحدد يوما معينا ليلة القدر، لأننا لو حددنا يوما معينا ثابتا ليلة القدر فإن الناس ستركز كل عبادتها في ذلك اليوم وتترك باقي الأيام، وبالتالي طبعا التنميط له أهمية. أنك تتعبد عشرة أيام تختلف عن تعبد شهر، تختلف عن تعبد عن سنة، تختلف عن يوم واحد أو ساعة واحدة. ولذلك الرسول الكريم أعطاها العشر الأواخر هي. ولكن طبعا كما قلنا هنالك بعض الفقهاء، وهنا قلنا لا نفضل ليلة على ليلة، ونحن في برنامجنا هذا المتواضع احتفلنا ب 19 عديناها ليلة قدر، و 21 و 23 وقلنا لماذا 23 و 25 ايضا، هذا واليوم 27. بعض الفقهاء قال بان ليلة القدر هي يعني كالاتي: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، هي حتى مطلع الفجر. هذه السورة تكون من 30 كلمة، عندما أنزلناه في ليلة عدوها 27 يقول هي سلام هي 27، يعني الكلمة 27 سلام هي حتى مطلع الفجر. فقالوا بأن هذه إشارة ربانية، هي لأنه كلمة هي هنا تأكيد على توكيد فيها، يعني في سياق السورة ما تحتاج أن تقول هو يتكلم عن ليلة القدر، هذه كلمة لم تكن إلا تأكيدا لليلة، واستخدم كلمة مفردة إن أنزلناه في ليلة القدر، ويعطي صفات، وبعدين يقول هي.
فعدوها عدوها انها هي ليله القدر، لانه في القران يقول هي. يعني قد يقول قائل لماذا كان قال القران والرسول انه في الليله 27 وانتهت القضيه. ما هذه الذي تكلمنا عنها، انها لو حددت وقننت وثبتت لا انتهى كثير. يعني انت رمضان كله تعذى تبقى يوم 27 تحييها للصباح وتصوم وهاي. هذا ابتسار، والا سبحانه وتعالى يحتاج ان تصلي لخمس اوقات، ليش خلاها فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء؟ كان قال لك يا ابا بالاسبوع مره مثل المسيحيين يوم الاحد تعال، او ولو المسيحيين ليس يوم الاحد فقط على فكره، هم يوميا عندهم شيء، ولكن الصلاه عندهم الرئيسيه والجماعيه يوم الاحد حضرون. كان قال لك هذه انتهت القضية. ليش خلاها هذا؟ هذا التراتبي وما بين ساعة وأخرى يخليك دائما متواصل مع الله سبحانه وتعالى، مرتبط مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذه فيها أنت قبل الصلاة بيوقف ما تستوى مخلص هسه مسلم، تروح وترتكب لي فاحشة وترتكب لي موبقة. طبعا هذه المسألة لا تنطبق على المنافقين والدجالين وهذا اللي صاير لحجي وهو أكبر دجال وغيره وغيره، لا لا، احنا نتكلم عن العموم المؤمن الطبيعي، لا نتكلم عن الشواذ، نتكلم عن الناس الذين دخل الإيمان إلى قلبهم. نتكلم عن ذولا، هذول حالة أخرى تكلم عنهم القرآن، المنافقين والذي في قلوبهم مرض وأشياء كثيرة. تجدهم هؤلاء الناس كثيرون في القرآن وفي الأحاديث النبوية. ولهذا تلاحظ بأن الإنسان يعني لا يمكن مثلا الطبيعي هسه مفارق الصلاة ويرتكب لفد موبقة مثلا. الطبيعي كما قلت المؤمن الطبيعي صاحب النفس المؤمنة، الأقصد ذول الدجالين اللي هسه مصلي وسبحته حج فلان، وهو اول ما خلص سوي لفلان قضيه بها رشوه وبها مدري شنو بهذا، وكان يصلي وبعد هو بده يسبح الله نسويه نجيبه هو بده يسبح. لا، هذول نماذج، هذول نماذج سقط متاع. هؤلاء الناس ليس لهم وجود في 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 معيار الله سبحانه وتعالى. هؤلاء عباره عن زبد زائل، هؤلاء عبارة عن سقط متاع. ما أريد أستخدم كلمات شوية نابية. ولذلك احنا نتكلم عن ناس طبيعيين أنتم يعني، وإن شاء الله نحن منكم يعني الناس الطبيعيين يعني في هذا الاتجاه. لا يزكي النفس الأنفس إلا الله سبحانه وتعالى. فالقصد الله سبحانه وتعالى خلاها هكذا مبهمة، ولكنها ليلة، إذ لم تكن هي ليلة القدر، فإن قناعة المسلمين الآن، مليار مسلم الآن مقتنعين هذه ليلة القدر، هذه الليلة الآن الملايين متجهة إلى الله، هنالك تبتل ودعوة، وهنالك ارتباط بين مليار إنسان ورب. هذا الجانب الروحي والجانب الإلهي له معنى. يعني هسه أنت لما تروح تدعو بالشارع تختلف عن تدعو في مسجد. مسجد في مرة الإمام علي عليه السلام وصل إلى براثة عندما جاء مصر. طبعا هاي مسألة كل واحد يحكي بكيفه، التاريخ صار بيد الجهلة. واحد يقول لك بأنه الإمام علي من طلع من الكوفة وجاء ولقى راهب ماذا شنو وصارت القطارة وصار من شنو، هذا ماكو حكي. واحد يقول لك لا من رجع من نهروان جاء شاف هذا وبالصحراء وشاف لك راهب، أيضا ماكو حكي، وقال لك ياها براثة. وبعدين اجى براثة موجودة قريبة من النهر، أصلا كان النهر أقرب يعني، هاي براثة موجودة يعني موجودة بالمنطقة العطيفية العطيفية يعني. واحد يقول لك بالصحراء، واحد يقول لك بالفرات، واحد يقول لك ما ادري شنو، واحد يقول لك كان راهب،
فوق ودي باوع. لا اخوان، بناء موجود ودير، لانه الدير المسيحي كان يصير في البساتين في مناطق الهدوء والخضره، خاطر الانسان يتبتل. هم ذول المسيحيين، فشنو صحراء؟ شنو قاعد بحد باوع بدربين؟ شنو قاعد ها من انت؟ انت يبدو انك وصي. هذا الحكي مال الدراما، هذا مو تاريخ اخوان، هذا مو كل واحد يحكي بكيفه. هاي الدير وكان موجود الدير، وبنص بستان اسمه بغداد. بغداد جنة الله، بغ بستان وداد الله، جنة الله أو بستان الله. أكثر منطقة بستان في التاريخ هي بغداد منذ أن خلق الأرض، يعني تكون السهل الرسوبي قبل 7000 سنة. فهاي موجودة أهل بستان، وبنصها هاي المنطقة لم كانت ولم تزل، هسه غير صار التجريف. هذه العطيفية أنا شايفها، أنا كنت بعد طفل صغير أنا شايفها، مو عبر أجدادي. العطيفية كانت مرتبطة ببستان اسمه بستان الطوبشي. بستان الطوبشي كان مرتبط ببستان مال هادي الشلبي، وهذا مرتبط ببساتين ترتبط بحي العدل وتوصل المنصور. بعدين اكو كان نهر الخير اللي هسه يسموه شطيط وما ادري شنو هسه، هذا كان نهر بساتين منه ومنه. هاي المنطقه كلها الكرخ كلها بساتين. انا شايف يعني بعمري، يعني مو بعمر اجدادنا، يعني هاي الطوبشي كانت بستان الطوبشي، وكانت هاي علي الصالح بستان كان عبارة عن نهر. هسه اللي هسه الشارع اللي يسموه شارع ال 14 رمضان يسموه، نعرة الله على 14 رمضان اللي صار في الانقلاب، ولكن هو هذا الشارع اللي يرتبط بالمنصور. هذا احنا كنا اطفال يعني مدرسة هناك، كنا هناك واكو نهر، حتى بعض الحين كنا صغار كلش نسبح به. هذا الطريق كان نهر، هاي بساتين منا ومنا، علي الصالح وطوبشي واسكان والشاش وما ادري شنو، وهاي المناطق والعطيفية هاي كلها بساتين. هسه تغيرت، شنو واحد يجي يقول لي والله صحراء؟ يجي واحد شنو، كل واحد يجي يكتب الباحث التاريخي وال 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 والتراثي ورجال الدين تكتب تحكي بكيفه همات. وكانوا على ضفاف الفرات، اي فرات اخوان؟ اي فرات؟ اي فرات؟ يعني القصد انه الامام علي عندما وصل الى هذا المكان دير، شوف الواقعه محروفه، فصلى بي. قال احد الجند، قال له يا ابا الحسن اتصلي في مكان يعني للكفره؟ قال ويحك، اي كفره؟ هذا المكان ايما عبد فيه الله سبحانه وتعالى ودعي الله من هذا المكان من مؤمنين، المسيحيين مو مؤمنين بالله سبحانه وتعالى، ذول الناس كانوا يجون يصلون هنا، كان ما يعبدون لا حجر ولا شيء، كان يتجهون الى الله، فذولا مؤمنين كان يعبدون قبل الاسلام. فويحك اجي اصلي هنا، لازم اصلي. فصلى الامام علي في نفس الدير، صلى اعتبره جامع. شنو الضير يعني تروح تصلي انت بكنيسه وتصلي بهذا، ومن اجى للنخيله ايضا، واجى بالكفل ايضا، كان مكانا يهوديا يعني قبل ان يتكون الجامع طبعا. الامام علي صلى، وبالتالي صار بعد ذلك هذا الجامع. طبعا هو اكو تداخل ما بين الجامع والمعبد اليهودي، يعني مكان خاص باليهود، لحد فترة قريبة كان هو جزء منه كبير تاعه، لكن الان صار التوسع. بعض الاحيان التوسع يكون غير صحيح، يعني بعض الاحيان يعني توسع غير صحيح. على اي حال، هنالك اشياء يجب ان تحترم لكل الاديان يعني. ولكن الامام علي عندما صلى اصبح جامع، يعني وصلى في مكان كان يعتبر مكان يهودي. قالوا اتصلي؟ قال انا اقرب منهم له منهم، هذا نبي الله، نبي من انبياء الله، هذا كان مسلما يعني يعد، فانا كيف اصلي على قبره؟ قبر ذي الكفل. وبالتالي صلى هنالك، واعتبر مسجد، والان سوى مسجد، يعني مسجد كبير ومعروف. يعني ساكمل الحديث بعد هذا الفاصل.
مرحبا بك عزيزي المشاهد، ومرة أخرى قلنا قبل الفاصل بأن هنالك اجتهادات كثيرة، ونحن في هذا البرنامج أردنا أن لا نعد هنالك ليلة قدر واحدة حتى نجعل المؤمنين يزيد من فرصة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فال23 كثير يعني المسلمين يعدونه هي ليلة القدر، وتسمى ليلة الجهني التي همس الرسول بإذن أحد الصحابة وعدت ليلة قدر. وأيضا بعض الفقهاء عدوا 27 هي ليلة قدر، وصارت اختلافات. يعني هي حلوة، هذه هنا اختلاف أمة رحمة، يعني هنا طوائف صارت 27 وطوائف صارت 23. هذا الاختلاف جميل، يعني يا ريتهم مختلفين بعد خاطر سرعة الليالي قدر هواية كلش. هذا الاختلاف جميل، هذا الاختلاف فيه تعميم للخير وللتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا ليلة القدر أنت موصى، يعني كم يتصور البعض أنه أنت تجيب ليلة القدر وقاعد واللهم سوي لفلان قضية، اللهم ارحمني، اللهم شافين، وهذا وراح يستجيب لك ربك. لا، ليلة القدر هي باب تفتح لمن وصل إليها، يعني هي باب، تصورها باب أنت ما تنفتح لك إلا توصل إليها. زين شلون توصل إليها؟ يجب أن تكون مؤمن، قلبك سليم، متخلص من الأدران، قائم بفرائضك، تصوم، تصلي، غيرها، مو أنت ظالم وفاسق وخمار وما أدري شنو شغلات. أنت بعد 50 مليون كيلومتر توصل الباب، تفتح لك الباب على شنو؟ الباب تفتح لمن يصل إلى عتبتها، هاي العتبة لا تفتح إلا لمن يصل. وبالتالي لكي تصل عليك هنالك أشياء، تركب سيارة فورت وكوستر وقطار وطيارة، يلا توصل. يعني مو يعني أنت قاعد بنا وتفتح لك الباب، على شو تفتح لك الباب؟ إذا كان هذا الأمر صحيح، إذا كل واحد يرتكب كل الأخطاء ويرتكب هذا ولا يصلي ولا يصوم، وتجي ليلة القدر اللهم ارزقني، اللهم ارحمني، اللهم افعل كذا كذا، والله يستجيب لو تنتهي. ويجي ليلة القدر الأخرى همت اللهم ساعدني، اللهم كذا، اللهم كذا، أعطيني كذا، بيت وسيارة ومدري شنو، هذا وتنتهي. زين العدوين الوعيد والوعد والإيمان والعقاب والما أدري إيش والمكافأة والمجازات وين العدل؟ أي خلاص يعني أنت عليش يعني. وبالتالي القصد ليلة القدر لمن تفتح فيها أبواب السماء لمن وصل إلى هذه الأبواب وليس لمن كان بعيدا عنها، فهي موصدة بوجهه ولن تفتح أبدا إلا لو فتح قلبه ودخل النور إلى قلبه وخرج إشعاع من ذلك القلب بتصرف، بعطاء، بكرم، برحمة، بعالة، بأشياء كثيرة يريدها الله. الإيمان انعكاس. طبعا ليس الإيمان أن تكون مؤمن بالله وأنت قانط لا تفعل ولا تحرك ولا تساعد الناس ولا ولا ولا، والله أنا مؤمن. لا، ماذا ينفع الناس بإيمانك؟ الإيمان فعل يوضع في الأرض لكي يرى الناس الله سبحانه وتعالى ويقتنعوا بأشياء كثيرة تخص الله بخلال تصرف هذا الشخص. إذا أنت بتتحرك وذاك ما يتحرك وذاك ما يصير نموذج وهذا ما يكون صادق وذاك ما يكون طيب وما يكون لعد، شلون الناس تقتنع؟ الناس كيف اقتنعوا بالرسول محمد عليه الصلاة والسلام؟ ألم يكن الصادق الأمين؟ ألم يكن أنموذجا سار عليه؟ لو كان الرسول عفوا سيئا وغير وكذا 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 وجاءهم برسالة، من يقتنع به؟ ما حيقتنع، روح باب روح. اقتنعوا به لأنه كان النموذج، أدبه ربه فأحسن تأديبه
بعد ذلك كان خلقه القرآن، ولذلك الناس اقتنعوا قبل أن يقتنعوا بالقرآن اقتنعوا بخلق القرآن من خلال محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا المؤمن يجب أن يكون نبراس إشعاع، عمود ترتكز عليها السماء، عليه السماء. يعني أنت يجب أن تكون شيء الناس ترى فيك السماء وتحس بوجودها بخلالك أنت كعمود. أما أنت ما تتصرف والله أنا مؤمن، شو تفيد الناس إيمانك إذا كان أنت لا تعبر عن إيمانك بتصرف، بقول، بفعل؟ هذا غير الذي يكتم إيمانه، غير الذي يكتم إيمانه. واحد أنت شخص تعاني من قهر وإذا أعلنت تقتل، لا، هذه تقية تسكت. في القرآن الكريم، وكان من يعني أحد الأشخاص كان يكتب إيمانه، أحد الأنبياء، لأنه لو كان قد أعلنها لكان قد قتل، خسرت، يعني لم يكن قد استفادوا من هذا الإيمان وكان انتهى. ولكن الظروف عندما تكون مناسبة، لا، أنت يجب أن لا تكتب إيمانك. تكتم إيمانك فقط عندما تريد أن تحافظ على نفسك، عندما يكون إعلان الإيمان يعني الموت لك، ولهذا تسمى بالتقية. أما والله أنت تقول لي أنا مؤمن وأني مواظب على أني كذا وأني كذا وأني رجل لا أظهر للناس الخير والحق وغيرها من الأشياء، هذه أعتقد لا تتفق مع ما يريده الله سبحانه وتعالى، ولا تتفق مع أولئك الذين يستجب لهم الله سبحانه وتعالى في ليلة القدر. يجب أن تكون مؤمنا صادقا ورعا مخلصا. أو قد يكون إنسان عهد الله والله أحس بأن هذا الإنسان صادق الوعد، قلبه منفتح، يريد أن يتخلص من الأدران ومصر على ترك تلك الموبقات، لا، الله يستجيب له، بالتأكيد يستجيب له، وستكون هذه المكرمة هي مساعدة له على أن يتخلص. وبالتالي واحدة من الأشياء أن الله يساعده في تركيز إيمانه. الليلة واحدة من هذه الليالي، طبعا تحتاج إلى أن تركز في فعالياتك، يعني الصلاة والدعاء وقراءة القرآن، وأيضا أن تعاهد الله على أشياء كنت تمارسها، أو تعاهد الله على أشياء ستقدمها خيرا وبركة لما لهذه الليلة. يعني يا الله ارحمني وساعدني وارزقني فإنني سأكون عونا إن رزقتني يا الله، يعني هي مو مقايضة، ساعدني يا الله كي أكون عونا للفقراء. يعني أنت تدعو ربك أن الله يسخك خاطر تكون عامل لمساعدة الفقراء والمحتاجين والأرامل والمطلقات والأيتام وغيرها. الدعاء هذا جدا رائع، يعني أنك ربطت رزقك برزق الآخرين. هذا الدعاء رائع، هذا الدعاء فيه بركة كبيرة. اللهم ارزقني، أو أنت عندك يعني سأل تعطي، اللهم أعطني حتى أزيد من عطائي. طبعا سأكمل الحديث بعد هذا الفاصل. مرحبا بك عزيزي المشاهد، وأهلا وسهلا بك مرة أخرى. طبعا تكلمنا قبل الفاصل عن أن المؤمن يجب أن يرى الناس إيمانه على الواقع، يجب أن يكون هنالك إشعاع للإيمان، مثل المثقف. المثقف الذي لا يقدم ثقافته للناس ويحبسها في نفسه فهذا ليس بمثقف. ورجل الدين الذي يكتم علمه وغير هذا ومحتفظ بها النفس ولا ينصح الناس ولا يعطيهم من علمه ولا ينصحهم، بالتالي ما هي فائدة العلم؟ فعلا ذلك في أحدى كتبنا عن الإمام علي
كتبت عن مقولة للإمام حسن الإمام علي عليه أبو الحسن عليه السلام: ما أكثر العبر وأقل الاعتبار. ما أكثر العبر وأقل الاعتبار. هل في هذه المقولة البسيطة أنا حكي عليها فصل كامل يعني كل كلمة من أبي الحسن تأخذ من عندك صفحات كثيرة ولا تفيها حقها حقيقة. طبعا العبر تمر على البشر يوميا لكن ليس الكل يعتبرون بها، يعتبرون أن يأخذون عبرة، يعتبرون بها أو يأخذونها درسا. هنالك بشر لديهم عقل ذكي ناضج مترابط وغيرها، مجرد أن تحصل أمام العبرة أو الحادث رأسا يكتشف مكنونات هذا الحدث ويقول بأن هذا الحدث حصل بكذا ولذلك لكي أتلافى يجب أن لا أقع بكذا، صار عنده عبرة. لكن مو كل الناس يأخذون هذه العبرة، يوجد بشر نفس الحادثة تقع أمامهم عشرات المرات لا يعتبرون، ما يعرفوا، تمر ويقعون بنفس الخطأ. أكو واحد تاجر مرتين ثلاثة يفهمها، أكو واحد خمسة، أكو واحد عشرة، أكو واحد 200، أكو واحد 1000 لا يعتبر. يعني مثلا نظرية الجاذبية الأرضية اللي أوجدها نيوتن في القرن 17، أنه التفاحة سقطت من الشجرة ووقعت على الأرض، فاكتشف أنه الجاذبية، قانون الجاذبية. طبعا هاي التفاحة ساقطة ملايين المرات، مليارات المرات أمام البشر، ولكن لا أحد اكتشف قانون الجاذبية. ما اللي اكتشفها؟ اكتشفها نيوتن. طبعا هي ليست بهذه البساطة، حتما هنالك علوم أخرى سبقته ودراسات أخرى سابقته، خصوصا العرب كان لديهم باع فيها. بعد ذلك وصلت إلى، ورغم أنه نيوتن لم يكن طالب مدرسة، طالب يعني كان رجلا حاذقا ولكن لم يكن مواظبا على المدرسة، يعني عقله كان قادرا أن يربط الأشياء، فعقليته ربطت بين هذه والسقوط، وذلك سوى قانون الجاذبية. كم مرة سقطت أمام البشر التفاحة على الأرض والبرتقال على الأرض وكل شيء وقع على الأرض؟ لم يكتشف أحد قانون الجاذبية. إذن قول الإمام علي: ما أكثر العبر وأقل الاعتبار. من الذي يعتبر؟ أولئك البشر الذين لديهم عقل قادر على أن يربط الأشياء، وبالتالي تتكون لديهم عبرة. ولكن هل هذا الشخص الذي اكتشف هذه العبرة يجعلها حبيسة نفسه وعقله؟ يعني واحد عنده وصل إلى نتيجة بأنه المسيرة منا في خطورة كذا 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 كذا، فهو اكتشفها بعد ما يفوت ويخلي الناس تفوت وتتأذى، هل هذا رجل سوي وقوي أم رجل شرير سلبي؟ لأنه اكتشف عبرة واعتبر بها ولكنها حبسها. ليس المهم أن تعتبر، المهم أن تعطي هذه العبرة للآخرين. لذلك ليس المهم أن تكون مثقف، المهم أن تكون ثقافتك مبثوثة للناس. ليس المهم أن تكون عالم، شنو فائدة العالم إن لم يكن علمك ينفع الناس؟ يعني أنت اكتشفت مثلا دواء للسرطان، بعيد عنكم إن شاء الله، واحتفظت بهذا الاكتشاف، شنو الفائدة؟ شو استفادت الإنسانية؟ شنو أهميتك أنت اللي اكتشفت هذا الدواء إن لم يكن الناس كلهم يستفيدوا من هذا الشيء؟ أو أنت لديك فكرة تقرب الناس للإيمان، للتوحيد، للخضوع لله سبحانه وتعالى، وهذه الفكرة أنت اللي اكتشفتها من خلال الحياة، من خلال الثقافة، من خلال كذا عقلك اكتشفت أكو شيء يقرب الناس للإيمان وهذا، وتسكت، شنو فايدتك؟ يعني يجب أن يكون هذا الإيمان قاعدة للناس، أنت وسيلة وليس غاية أنت بحد ذاتك، أنت وسيلة لكي تخدم الناس. لهذا احنا دائما نقول على المثقف والعالم والكذا والكذا والكذا، يجب أن لا يحتفظ بعلمه أو
أو البعض الآن لا يسلك طريق الحق لقلة سالكيه أو الخوف من سلوكه. يعني الآن وهي أنا أحكي لكم من تجربة شخصية، كثير من الناس أقولهم المثقف يقول يا بكتب فلان قضية ليش هذا، يقول لك لا يسبونه يسبونه يحكوا عليه. زين وإذا سبوك؟ لا ما عاود يسبون بينا وسوينا مشاكل وهذا. ابني مو هذا الشر زاد، يعني هسه الان اكو شغلات في تاريخ الايران تكتب بشكل اجرام. الان اي واحد يقول بانه زمن صدام حسين كان زمن اجرام وقتل وذبح ومدري شنو هذا، طبعا كل واحد الان من ذولا عشاق صدام مسوي له 700 صفحه ومن غير الدعم غيرها، مجرد ان واحد يحكي شوف 7000 70000 صوت سب وشتم بي يا مجرم يا ساقط يا ذيل يا مدري شنو. وبالتالي كثير من الناس ما عاد تحكي والله يخاف الخوف. وانا من تجربه شخصيه قلت لهم لا تستوحشوا طريق الحق لقله سالكيه، وهنا اولا يزداد الاجر عند الله، ثانيا يزداد احترامك لنفسك. انت شنو جاي على مود الناس تعجب بيك وتصفق لك وتسوي لك لايكات؟ يعني هي هاي الجميلات ايضا يفوتن و 50000 تقليد يجي و 50 حكايه تسمع و 50 ما ادري شنو هذا. وهسه اي امراه ممكن اذا عفوا مثل سخيف بس هذا، اي امراه ممكن ان عندما تنزع هدومها بالشارع يمكن ملايين يصوروها وملايين هذا وملايين يعجبون بها وملايين وملايين هذا، بس هو هذا صح يعني؟ يعني وهذا هي الاعجاب والهذا الصح هو أن تقدم شيئا توعي فيه الناس، حتى لو هذا الذي قدمته ينفع خمسا ويجعل لك ألفا من المعادين فعليك أن تسلكه. الرسول محمد عليه الصلاة والسلام وقف أمام قريش 5 سنوات، الرسول في مكة 5 سنوات لم يؤمن به 40 واحد، 5 سنوات للبعثة لم يؤمن برسول الله 40 واحد. إذا شقد كانت الهجمة، شقد كان التعذيب، شقد كان التعنيف، شقد كان التشويه، شقد كان السب، شقد كان الشتم، شقد بعدين اذهبوا إلى شعاب أبي طالب ناس أخيار القوم بني هاشم يحطوهم بوادي لا يأكلون، يأكلون النوى ويأكلون ما أدري شنو هذا، سنوات طويلة. وبعدين يعني من انتصر؟ انتصر أبو سفيان ولا انتصر النبي محمد؟ انتصر النبي. بعدين من صار أتباع أبو سفيان أكثر لو أتباع النبي محمد؟ أتباع النبي. ولهذا الإنسان اللي يفكر بالآخرة، أنا بدي أحكي مو الإنسان اللي يفكر بالدنيا، أنا سأنا شخصيا يمكن قبل 30 سنة كنت أفكر بأنه ما أريد الناس تكرهني، ما أريد الناس تسبني، ما أريد الناس تواجهني بالهذا. ممكن أنت كنت شاب يعني وكنت أحاول يعني ما أقدم شيء يتعارض وياهم يعني، لكن الآن أنت في عمر ما ترضي الناس، ترضي ربك. صار عندك تراكم، صارت عندك رسالة. سابقا ما عندك رسالة، عندك رسالتك الوحيدة أن تبني نفسك، وهي رسالتك أن تبني نفسك. لكن الآن أنت تراكبت عليك أشياء صارت رسالتك أوسع. يعني أنا مو ذاك الإنسان قبل 30 سنة اللي كان فقط أريد أكمل وأريد شنو وأريد أصير أستاذ جامعة محترم وأصير وأبني نفسي ويصير عندي موقع علمي جميل ورائع خاطر أقدر أخدم الناس. الآن تحقق قبل 30 سنة تسعت مسؤوليتك. الآن مو أنت هدفك هو نفسك، لا شقد تخدم، شقد توعي، شقد تقدم الخير. خليه يسبون، صح السب مؤلم. يعني أنا أحكيكم من أي شيء كتب الآن على صدام مثلا أي شيء، فتسب وكلام والله ما سامع بحياتي ويألم، يألم والله يألم يا جماعة. صح تألمت أيام جدا تألمت، لأن أنا عمري ما حد مواجهني بكلمة سيئة لا والله في طفولتي مثلا، ما أفر من هذا المثل الشخصي. لكن بعدين لا، أنا بين الشر أن أسكت وبين أن أقدم. لا سب النبي محمد كان يسبون بي ويشتمون بي وقالوا عنه ويضرمون بالقاذورات ويذبون عليه. هذا أم جميل زوجة أبي جهل، أبي لهب،
كانت تحمل معاوية وجماعته بالقاذورات ويجون يشمروها على الرسول من يمشي ويشوفون أي واحد ذبح ذبيحة يجيبون هاي المصارية وما شنو هذا، أو يروحون يدزوهم للمكان اللي يجمعون به مخلفات الإنسان عفوا، يجمعوها وينطوها للجهال يذبوها على الرسول من يفوت. يعني كانت الزهراء عندما تسمع تجي تشيل معها فد شيء وتمسح الرسول عندما كان يعني قبل ما يأتي، يعني هو كان مثلا يسجد ويذبوها فوقها. كانت الزهراء تأدي، كانت الزهراء عندما كانت صبية كانت شديدة تصرخ بالصبيان يفرون من أمامها. وطبعا علي قبلها كان هو يسمى القاضم، كان مستلمهم دول الصبيان، فتبقى القاذورات هذه على الرسول عفوا، فتيجي الزهراء تمسحها، وبدها وصلت يعني وصلت تمسحها وصلت تنظف فيها. وهذا كان لها دور كبير الزهراء عليه السلام. مع ذلك الرسول ما تراجع. يعني أبو الحسن، أبو الحسن كان باستطاعته أن يمشي الأمور منذ سقفة بني ساعد، ولكن لا أبدا، ظل حتى قال يعني كلمة الحق لم تبقي لي صاحب، وذلك هو يكرهه، من الصحابة يكرهه. أحمد بن حنبل يقول في كتابه فضائل الصحابة إن علي كان مكروها من قبل البعض لنقائه، ولذلك لم يجدوا فيه مثلما، فأخذوا يضخمون بأعدائه وإن كانوا أسوأ الناس كمعاوية. أحمد بن حنبل يقولها لولده أحمد عبد الله. فهذا علي بن أبي طالب كان، ولذلك الرسول قال له والله يا علي لا يبغضك إلا منافق ولا يحبك إلا مؤمن. يعني فالإنسان إذا يفكر بالدنيا سيساير الآخرين ويساير الموجة وتنتهي الأمور ويلا معود بش طب مش سكت ومش خلنا ناكل ونوسوس وهذا زين. ورسالتك، رسالتك أمام ربك ورسالتك أمام نفسك. فالإنسان الذي يعتبر بشيء عليه أن يقدم هذا الاعتبار كعبرة للآخرين. الآن المجتمع خالي من أولئك الناس الذين يعطون عبرهم. طبعا أثريت حطم مجتمع، حطم أشياء ثلاث: الأسرة والمدرسة والقدوة الصالحة. الأسرة إذا تفككت والمدرسة إذا انتهت ولا يوجد قدوة صالحة أو يدمروها، لأن هو الإنسان بيش يعتبر؟ الإنسان بماذا يأخذ العبرة ويأخذ العلم؟ من البيت والمدرسة وواحد قدوة. إذا قدوة يعني شوهت، طبعا سأكمل الحديث بعد هذا الفاصل. يا عزيزي المشاهد، ولنكمل هذه الجولة في واحدة من ليالي القدر، ونحن نحاول أن نقدم بعضا من العبر عن رسول الله عليه الصلاة وعلى آله السلام وعن أبي الحسن عليه السلام. قلنا الإمام علي أكد على أنه العبرة يجب أن لا تحبس الاعتبار في نفس ذلك الشخص، بل يجب أن تشيع فكرة يستفيد منها الناس. وقلنا بأنه إذا أردت أن تحطم مجتمعا فحطم ثلاث: الأسرة والمدرسة والقدوة الحسنة، لأن الجيل الجديد يأخذ المعلومة والعبرة والتقوى وكل يأخذها أما من البيت أو المدرسة أو القدوة. منين يأخذها؟ رغمنا الآن طبعا الفيس أخذ كل شيء، وهذه مشكلة، هذه مشكلة كبيرة جدا، لا يمكن السيطرة على الفيس. هذه مشكلة يجب أن يعاد النظر في تأثير الأسرة. لا يوجد شيء اسمه أسرة الآن، لأن كل من لازم الموبايل وقاعد عايش في عالم يمكن ما يجتمعون فقط إلا على الطعام، وبعض الأحيان طعامهم مشتت. يعني
يعني علاقة الأبناء مع بعضهم وعلاقة الآباء مع الأبناء قد تكون محدودة جدا هذه الأيام، لأن الكل عايش في عالم آخر. حتى عندما جالسين في تلاحظون ستدخلوا أي بيت، جالسين بغرفة واحدة لكن كل واحد عايش عالمه، كل واحد يصفح في عالم الآخر. قبل الموبايل هذا كل الوقت هو ضمن حيز الأسرة، ضمن ثقافة الأسرة، ضمن ثقافة المدرسة، بل إنها حتى في المدارس الآن هنالك ظاهرة غريبة جدا. طبعا بعض المدارس القليلة جدا تمنع الطلاب من استخدام الموبايل، ولكن يقال لي إنه كثير من الطلبة يخفون الموبايلات، وأثناء الدرس حاط له هذا فتشي بلوتوث داخلي ويقلب وعايش في ملكوت ربه يعني، ومن يطلع بالفرصة لا علني، وبالتالي هو بالمدرسة أسير الموبايل، بالبيت أسير الموبايل، من يرجع البيت حتى ساعات النوم صارت قليلة، وهذه مشكلة. لكن نعود إلى الفكرة الأولى، هذه قضية أخرى يجب أن نعالجها، يجب أن نجد لها حلا، لأنه هكذا سنضيع. هذا تسونامي إخوان، تسونامي اكتسح كل شيء. يعني إذا لا يوجد إلا أن نقوم ببناء مدن جديدة على غير الشاطئ، لأنه المدن التي كانت على الشاطئ دمرت خلاص، لم يعد لها وجود. يجب أن نبني مدنا أخرى. الموبايل أخذ الشباب وأخذ المجتمع وأخذ النساء وأخذ الرجال وأخذ وأخذ وأخذ. نحتاج إلى شيء، هذا يحتاج إلى ناس متخصصين، ويحتاج إلى قرارات حقيقية اجتماعية وحياتية وتربوية ودينية وأشياء كثيرة تتضافر وتواجه مشاكل كثيرة حتى نتخلص منها. ولكن نعود إلى القاعدة الأساسية، وهي الأسرة كما قلنا الآن أصبح دورها ضعيف جدا، والمدرسة دورها يكاد يكون غير موجود، لأن ما شاء الله عطل هواية وهذا وأشياء، وأيضا المدرسين، وأيضا حتى المدرسة تغيرت، وأيضا أصبح تعليم أهلي أغلبيته، تعليم الأهلي طبعا ليس كالتعليم الحكومي، تعليم الحكومي تقريبا شبه ضاع للأسف. تبقى هذا القدوة. هنالك أخوان، هنا المشكلة الآن، هنالك محاربة للقدوة الحسنة. أي شخصية تطلع مثقفة مؤمنة شنو، رأسا تمارس عليها عملية تسقيط فظيعة، بحيث لا يبقى لها أي وجود، بحيث أي زعطوط يمكن يفند آراء أو يجي هو إيش فهمه، هذا معاود كلش ما يفتهم، وذول الزعاطيط إيه نعم نعم، وبالتالي أصلا يسقطوه. أعتقد وهنا أنا لست جازما أن هنالك تيارات أخرى وراء هذه القضية، لأنه ماكو إنسان مثقف الآن يظهر إلا ويواجه بهذه الذباب، أنا أسميه النباح الإلكتروني، بينما الشخصيات التي الإلحادية وغيرها تشوف يروج لها بشكل. الشخصيات التي تقرب الإيمان، تقرب هذا، تقرب المجتمع، تحكي عن الماضي السيء وتحكي عن التفاؤل أشياء معينة، لا تشوف 70,000 واحد زعطوط هذا، بينما هذا النباح وهذا الذباب الإلكتروني لا يتكلم عن الناس، يتكلم عن الإلحاد مثلا، أو الناس اللي ما لهم شغلة بالثقافة، مجرد إنسان هيك مجرد يكتب، أو أي وحدة مثلا فاشينست تقدم هذا الشيء، أو أي وحدة متمثقفة تريد تقدمها، أو أي وحدة مستشعرة وليست شاعرة تلاحظ تكتب شعرا باهتا بليدا، مجرد إنها امرأة 700 مليون لايك و 700 مليون إعجاب، وكل الشاعر الفلاني والأديب الفلاني من ذول الزاحفين. بينما الشعراء الحقيقيين يواجهون، الأدباء الحقيقيين يواجهون، المؤرخين الحقيقيين يواجهون بسيل عظيم من الشتائم وغيرها. ولذلك الآن ما عاد تكون قدوة حسنة. تلاحظ عندما تسأل من المثقف في العراق يقول لك فلان زعطوط مثلا، واحد تافه، منو يعجبك؟ والله من الكتابات فلان، واحد شعر عن تلقى هيك مجرد صراخ ومدري شنو ومتقفز ومدري من هذا. بقت فقط هاي الأصوات، هاي الأصوات لا تحارب أخوان.
شوف المحاربة لمن؟ المحاربة لشخصيات معينة، القدوة المعينة. ولذلك أنا أقول هذه العملية، ترى أبنائي وأخواتي وبناتي، عملية ترى مو بريئة، عملية إسقاط القدوة الحسنة. إذا علينا أن نقوم بعمل، يجب أن نعيد الأسرة، وهذه مسألة جدا ضخمة لا أستطيع أن أتكلم بها لأنه عملية مرتبطة بأشياء كثيرة، ويجب أن نعيد المدرسة، وهذه مسألة تحتاج إلى مجتمع. ما تنفع كلمات واحد يجي يتحذلق والله يجب أن نسوي كذا والله، هذا ماكو حكي. هذه عملية إصلاح المدرسة تحتاج إلى جهد دولة ومجتمع وشعب كامل، ليس كلام أو تشكل لجنة. شكلت لجنة، راحت قررت اللجنة، رفعوها لرئاسة الدولة، الدولة قررت، شنو يعني؟ هو حركة تمشي. إذا نحتاج إلى أشياء كثيرة اقتصادية واجتماعية وحياتية، يجب أن نربط هذه القضية بالعمل المستقبلي، يجب أن نربط بالثقافة، يعني يجب أن نربط الجيل الجديد بقضايا معينة إحنا نريد نضع بها بذرات جميلة وأشياء حلوة. بهذه الطريقة ممكن أن نساعد في تقليل تأثير الإنترنت. تبقى القضية الأخرى وهي المهمة اللي قلنا أنها اللي هي يمكن السيطرة عليها، هي محاولة الدفاع عن القدوة الحسنة. ماكو قدوة حسنة الآن، يعني بمن يقتدي الناس؟ الظاهر في المجتمع الآن منو القدوة الحسنة؟ القدوة الحسنة الآن لكل الشعوب وميسي أو فلان لاعب أو فلان مغني أو فلان هذا أو فلان ممثل أو فلان فاشينيستا أو فلان، ماكو. أعطيني واحد يقول أنا متأثر بالأديب الفلاني أو بالكاتب الفلاني أو بالعالم الفلاني. والله أنا تجربتي، أتذكر إحنا بالسبعينات كنا عندما يسألوني يقول له والله أنا متأثر بفلان عالم، متأثر بفلان واحد شخصية أما تلفزيونية أو أديبة أو كاتبة، يعني أديب أو كاتب، لأنه يقدم كذا كذا، ونريد أن نوصل إلى ما وصل إليه ونسير على طريقه، وبالتالي كان إبراسا لنا لكي نصل إلى هذا الهدف، وكان قدوة إيجابية حسنة لنا. بذلك أقول لكم شكرا جزيلا وإلى اللقاء مع رق تحياتي.